مارسيلو جروهي يحاول يلعب مع حمدان اخطاها، محاولة الآن للنادي الأهلي، هذه أول كرة أهلاوية خطيرة أمام الجول، أول كرة أول تهديد أهلاوي، أول لعبد الرحمن غريب، هذا مو غريب على هذا المكان، أول كرة دخل في الأجواء مباشرة فريق النادي الأهلي، كان يحرز أول كرة على الأخطاء اللي دائما تكون عند الدفاع، شوف جروهي وين لعبها، عند حمدان على طول في الطرف الآخر، لكن أخطأ من خلالها، حاول شوف اللعبة الجميلة اللعبة من عمر ركن راحت، يلعب الكرة الأمام، يحاول عبد الرحمن يحاول لكن عدت من أمامه، محاولة اتحادية لمسة فهد المولد جميلة، يتقدم عبد الإله السميري محاولة تسديدة، يا ولد برافو، جميلة من السميري وردة الفعل الأروع من حارس المرمى الدولي محمد العويس، لها عندما تحضر الجماهير، عندما تتواجد الجماهير، عندما تسمع ردود الفعل حتى اللاعب يكون هناك الأمر مختلف، لكن نقول بالتبع بإذن الله تعالى يكون الأمر أجمل من ذلك في الأيام القادمة بإذن الله. اللعبة عبد الفتاح عسيري ياخذ كورة، سوزا يتقدم، غريب خذوهات، محاولة نقلة للأمام لكن عدت مرة ثانية، ما زالت للنادي الأهلي، يحاول فيها لعبة للأمام طويلة على الرأس، هياها محاولة تسديد جول، محاولة أمام الجول، نعم جول، من يفتتح غيره عمر السومة، الأهلي في الجوهرة بالتخصص وعمر السومة يكون هو الآن المتخصص في الشباك الاتحادية، نعم أول أهداف الديربي، كانت النوايا واضحة من البداية، القلعة الأهلاوية قلعة الكوز تريد هذه الليلة هي رفعة روز من العقيد عمر السومة الهداف الكبير يظهر في الليلة الكبيرة في الديربي الكبير، هذه نقلة وهذه لمسة الأولى هو اللي هياها، بعد ذلك ردت من حارس المرمى عمر السومة، أخذ تمريرة الرد من قروهي بعد المتابعة الجميلة، هذه نقلة عبد الفتاح وهذه رأسية وهذه تسديدة غريب، اللي مو غريب على المرمى أبدا هو عمر السومة، مو غريب على المرمى أبدا وليس غريب في كل مرة، إذا كان الأهلي متخصص في الجوهرة فهذا الرجل عمر السومة متخصص في الشباك، بل في كل الشباك، هذا صاحب 31 سنة السوري عمر السومة يسجل هدفه في الدوري رقم 118 ويسجل الثاني عن المستوى، لأنه خلاص يعني ضياع النقاط أعتقد، أوه هذه كرة ملعوبة للأمام، فهد المولد انطلق، فهد مر، فهد محاولة أمام المرمى أمام الجول، أوه عمل كل شيء الله 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 الله، هذا كل شيء فهد عمل كل شيء، إلا الشباك، أتى من يهز الشباك، أتى نادي الاتحاد، عاد العميد، عاد للكبرياء، عاد للتعادل بكرة وحيدة تقدم فيها برغبة فهد المولد، الأسبراني يظهر مرة ثانية لكن تحركك الرائع، شوف أمام ثلاثة ما شاء الله، انطلق كسام من الأول من الثاني، قال العويس أيضا هذه الكرة، شوف المتابعة، شوف روماريديو، جاء عبد الإله المالكي من الخلف سددها قوية، عبد الإله المالكي اللاعب الدولي يسجل هدف التعادل بعد مجهود خرافي ورائع، لم تكتمل الصورة إلا مع كرة عبد الإله سددها قوية في الشباك وبعيدة عن أنظار محمد العويس، شاهدها بس وكفاية على هدف التعادل، واحد النادي الأهلي، واحد الاتحاد، سرج غريب أمام ثلاثة مر من الأول، الله 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 على عبد الرحمن غريب، هذه لو تسجل عبد الرحمن يكون هو البطل هو الرائع هو الخرافي في الكرة الماضية، الله على الرغبة والاختراق الرائع، بوني اللي ما هو متواجد عنده ثلاثة أهداف، دان الشمراني المدافع عنده ثلاثة أهداف، وهذه كرة غريب ما شاء الله تبارك الله، شوف على الطاير لعبها بشكل رائع جدا عمر السومة، قلنا هذا لو تسجل الهدف كان بصراحة يكون المجهود الأكبر والأروع سيكون لعبد الرحمن غريب، تواجد بشكل رائع جدا لعبها بشكل